رحلة في تاريخ الحضارة المصرية العظيمة واللي أثرت في العالم كله، وزي ما شفنا في فيلم الوثائقي اللي تم عرضه من دقائق من مقر علماء الحملة الفرنسية بيت السناري، قد إيه كان يعني في محاولات لفهم أسرار الحضارة المصرية العظيمة. دلوقتي معانا على التليفون دكتور محمد عبد اللطيف، أستاذ الآثار ومساعد وزير الآثار السابق، واللي شارك معانا في الفيلم الوثائقي. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. والحقيقه الجميل في قصه حجر رشيد انه جمع حضارات مصر المختلفه، فرعوني واسلامي وبطلمي وحتى الحمله الفرنسيه ومحمد علي كمان. يا ريت لو حضرتك يعني تقول لنا اكثر عن مزيج هذه الحضارات. صباح الخير استاذ هدير، صباح الخير استاذ مصطفى، صباح الخير على كل مشاهدينا في مصر الجميله. اهلا بحضرتك. صباح الخير على كل محبي وعاشقي الاثار المصريه في كل انحاء العالم. النهاردة بنحتفل بمرور 200 عام على فك رموز اللغة المصرية القديمة، اللي زي ما حضرتك ذكرت كده انها جت من خلال يعني الدراسة الكبيرة جدا لحجر رشيد اللي اختلطت فيه اللغات ما بين الإغريقية والديموطيقية واللغة الهيروغليفية، فبالتالي كان يعني مزيج كبير جدا من الحضارات المختلفة، اللي طبعا بيدل على مدى عمق الحضارة المصرية القديمة، وفي نفس الوقت بيدل على ان المصريين القدماء سبقوا العالم كله في ان يكون هناك تدوين وكتابة بمختلف يعني اللغات ومختلف التعبيرات لإثبات يعني حياتهم اليومية، طقوسهم وعباداتهم، يعني المغامرات والمواقع العسكرية اللي سجلت على المعابد. طبعا المناسبة بتاعت النهاردة لولا هذا الكشف ما كناش هنقدر نعرف كل هذه المعلومات وكل هذا الزخم على الحضارة المصرية، لأن كانت الكتابة على جدران المعابد والمقابر كانت عبارة عن طلاسم، والناس بتبصرها على أنها ممكن تكون تمائم سحرية، ما هياش كتابة لغة مقروءة ولا معلومات مدونة أو مسجلة على هذه الجدران. دكتور محمد، يعني بعد التحية طبعا احنا في الأول بنشكر حضرتك شكر جزيل على المراجعة التاريخية للفيلم، وبنؤكد ان ما يعني حدث في هذا الوثائقي ان هو بداية من كتابة النص ثم مشاهدة اكتر من نسخة وطلعت لنا اخطاء يعني تاريخية. بنشكرك في البداية على جهد حضرتك معنا ومساعدتك معنا في المراجعة التاريخية للفيلم يا دكتور. اهلا بحضرتك مرة تانية. ضيفي العزيز الاستاذ مصطفى، طبعا ما تشكرنيش على اي حاجة، ده واجبي نحو بلدنا الجميلة، وانا كنت سعيد جدا بان انا ابقى موجود معاكم او ابقى جزء من هذا العمل الجميل اللي اتمنى ان شاء الله يبقى باكوره لاعمال كثيره جدا تخدم الحضاره المصريه. صحيح. وتبقى تغير الصوره الذهنيه عن مصر. وطبعا كل ده بنقول ده يصب في النهايه في حاجتين اثنين، في رفع يعني قيمه الانتماء الوطني للبلد، وفي نفس الوقت جذب مزيد من السياحه اللي بالتالي بيضخ في الاقتصاد الوطني المصري يعني. طيب. ده دورنا طبيعي والمفروض كلنا نتكاتف في هذا الدور، وانا برضو اللي بكرر شكر لحضرتك ولكل القائمين على هذا العمل القيم يعني. بشكرك مره ثانيه. دكتور، علم المصريات ما تم الاكتشاف فيه هو جزء ضئيل جدا جدا، يعني هناك اشياء كتير جدا لم حتى الان تكتشف. 200 سنه مش كفايه على حضاره جاية من 7000 سنة، ده أمر منطقي، وخصوصا أن هي حضارة يعني اندثرت واختفت، ويعني حتى لما بنيجي نكتشف حاجة بنعمل لها حفريات، بننزل تحت الأرض أمطار طويلة جدا حتى نصل لشيء، يعني تخيل بقى طبقات التراب اللي وصلت عبر سنوات طويلة. يعني تفتكر العالم منتظر إيه من علم المصريات؟ إيه اللي لسه حتى الآن العالم يعني بيدور أو بيستفهم لغايه دلوقتي احنا ما وصلناش ليه؟ شوف، عايز اقول لحضرتك ان ما زالت الحضاره المصريه رغم هذا الكم الرهيب جدا من الدراسات في ارقى واكبر جامعات العالم اللي فيها اقسام خاصه بالحضاره المصريه، ومن علماء مصريين وعلماء اجانب منذ اكتشاف رموز اللغه المصريه القديمه وفك الطلاسم بتاعتها وكل هذه المنشورات والمطبوعات وكل ما كتب، تزال ما زالت الحضاره المصريه يعني لسه ولاده، كل يوم بتيجي بجديد. وعشان كده في اتجاه جديد او يعني برز من عدة سنوات في اوروبا الغربيه وفي الولايات المتحده اسمه الايجيبتومانيا او الولع او الوله بالجنون للحضاره المصريه. ده من كثره ما بنلاقي حاجات كثيره جدا بنشوفها انها متقدمه، وفي الاخر نكتشف انها المصريين القدماء توصلوا ليها. وعندنا نماذج كتيرة جدا يعني حتى الآن تعتبر معجزات، وما فيش حقيقة ثابتة للتأكيد على كيفية الوصول إليها، زي بناء الأهرام، زي فكرة التحنيط،
زي العلوم اللي وصلوا ليها في تركيبات النباتات والعلاج الطبي، حاجات كتيرة جدا بنبص ان العلم الحديث توصل لها على انها اكتشافات حديثة، لكن بنلاقي ان المصريين القدماء سبقوا وسجلوا هذه يعني المعلومات وهذه العلوم وهذه الاكتشافات. الحقيقة يعني طبعا الاكتشافات في الاثار المصرية لا تنتهي، وعلى فكرة مش عايز اقول الاثار المصرية انها بس المصرية القديمة، ولكن في مختلف العصور. يعني مصر بلد، دايما بكرر ده وبقوله في كل البرامج، ان مصر دولة عظمى اثريا. احنا الدولة الوحيدة في العالم اللي تمتلك هذا الكم من الاثار عددا وكيفا. عددا احنا اكبر دولة في العالم عندها كم اثار من مختلف العصور، وكيفا عندنا التنوع سواء اثار مصرية قديمة، يونانية، رومانية، بيزنطية، مسيحية، اسلامية، حتى في العصر الحديث بتاع اسرة محمد علي هنلاقي كم كبير. الحقيقة كل يوم بيحصل اكتشاف سواء من بعثة أجنبية أو بعثة مصرية، وهنا برضو بشير بالبعثات الآثار المصرية اللي الحمد لله بدأ يبقى في مدرسة للآثار المصرية في الاكتشافات الحديثة، لأن الحقيقة كان من فترة ليست بعيدة كان علم الآثار علم قاصر على الأجانب فقط. فإحنا كل يوم بنزهل ونكتشف أشياء كثيرة جدا بتقول إن قد إيه كانت مصر إن شاء الله، وهتبقى كده إن شاء الله في المستقبل نتمنى ذلك، كانت دولة عظيمة وتقدمة في كل مناحي الحياة، سواء في الحاجات اللي بنعتبرها تكنولوجيا حديثة، سواء في المقي الأخلاقي اللي النصوص بتاعة الحكماء اللي سجلوها على المعابد، سواء في معاملة الرجل لأهل بيته وزوجته أو مع احترام الزوجة لزوجها، سواء في التقدم الهندسي، التقدم الطبي، التقدم المعماري. الحقيقة كل يوم كل كشف جديد في الفنون أيضا، يعني في كل مجالات الحياة بيورينا قد إيه كانوا متقدمين، ولسه كل يوم والثاني هيبقى في اكتشاف يدينا مدلول جديد او يوصلنا لحاجه جديده نظن ان العلم الحديث بس اللي وصل لها، لكن نكتشف ان المصريين القدماء كانوا متقدمين في هذه الجزئيه. طيب دكتور، لو عايزين ببساطه كده يعني، وزي ما شفنا من خلال الفيلم الوثائقي قصه الكاهن يوحنا الشفتيشي ومساعدته لشامبليون في تعلم اللغه القبطيه، وده اللي ساعده على انه يفك رموز حجر رشيد، لو نحكي للناس الحكايه ببساطه والمحاولات كمان اللي سبقت شامبليون، ويمكن ما ذكرهاش التاريخ لكن استعان بيها شامبليون في فك رموز حجر رشيد. الحقيقه طبعا يعني التاريخ في هذه الجزئيه ظلم كثير من الجهود السابقه على شامبليون. هو شامبليون كان ذكي جدا في يعني الخطوه الاخيره، لانه عمل حاجات معينه ما اتعملتش قبل منه ووصلته للنتيجه الاخيره. زي ايه يا دكتور؟ الحقيقه في حوالي اكثر من 12 محاوله كانت موجوده عبر التاريخ لفك رموز اللغه المصريه القديمه. طبعا استعراض هذه المحاولات عايز وقت طويل جدا، لكن عايز اقول ان من ابرز هذه المحاولات اللي كان عملها العالم الانجليزي الطبيب الانجليزي توماس يونغ، وده يمكن اكتر الناس، بس في علماء عرب قبل كده، ابن وحشيه في العراق وكان زنون المصري الاخميني عمل يعني دراسات كويسه جدا، وعلى فكره كمان ابن وحشيه يعني كتابه عن طلاسم اللغه المصريه وكان غاوي اللغات القديمه اترجم في انجلترا سنه 1802، يعني من الكتب والدراسات اللي اعتمد عليها شامبليون بعد كده. تيجي للعالم توماس يونغ، توماس يونغ كان يعني قريب جدا من فك رموز اللغه المصريه، لكن في حاجه واحده بس غلطه ارتكبها شامبليون، تحاشى هذا الخطا ان هو فضل يدور على اللغه المصريه في اتجاهات عديده جدا، ما فكرش في اللغه القبطيه. كان هناك راهب مصري اسمه يوحنا الشبتشي كان مقيم في فرنسا وتعرف عليه شامبليون، ولما عرف شامبليون الدراسات اللي بيعملها، يعني يوحنا الشبتيشي عرف ان شامبليون بيعمل دراسات على هذا الموضوع، نصحه نصيحه كانت غاليه جدا بانه يتعلم اللهجه القبطيه. ما بحبش اقول اللغه لان القبطيه هي التطور الرابع للغه المصريه القديمه. احنا عندنا اللغه المصريه القديمه تبدا بالهيروغليفيه ثم الهيراتيقيه ثم الديموطيقيه اللي بيسموه الخط الشعبي، وده جزء من اجزاء حجر رشيد، ثم اللهجه القبطيه اللي هي ما زالت لهجه كنسيه يتم التعامل بها حتى الان في مراسم الزواج والمناسبات الدينيه في الكنائس المصريه الاصيله الارثوذكسيه. فلما لفت نظر يوحنا الشفتيشي بهذا الاتجاه شامبليون، كانت دي نقطه الذكاء بتاعته، ان هو يعني خد واستفاد كتير جدا من كل التجارب السابقه للعلماء العرب ولتوماس يونغ، ولكن ركز قوي في تعلم اللغه القبطيه بشكل كويس جدا. واللغه القبطيه لانها طبعا جذورها في الهيروغليفيه القديمه والمصريه القديمه، قدر عن طريق هذه اللغه وتعلمها يوصل للنتيجه النهائيه لفك رموز اللغه المصريه القديمه،
وبالتالي كان اعلن الكلام ده للعالم الفرنسي الكبير سيلفستر دي ساسي وقال له انا فكيت رموز اللغه المصريه القديمه. لكن سيلفستر دي ساسي طلب منه انه يكون هناك زي سيمينار او حلقه علميه يعرض فيها هذه النتائج، والعلماء الفرنسيين في المجمع العلمي الفرنسي هم اللي صدقوا على الكلام ده او يقولوا ان النتائج دي مش سليمه، وفي النهايه صدقوا على ان فعلا شامبليون توصل الى فك رموز اللغه المصريه القديمه، وده الاعلان اللي كان في 27 سبتمبر 1822. عشان كده تمام 200 سنه صحيح زي طيب. ما الاستاذ مصطفى بيقول دايما. دكتور ده بيقودنا الكلام والسؤال الجميل اللي سالته هدير، بيقودنا لحاجه مهمه جدا. الغرب دايما بينسب هذا الامر لنفسه، يعني اولا يتجاهل قصه ان كان في راهب مصري اكتشف هذا الامر، ثانيا القلعه اسمها قلعه قايتباي سميت مؤقتا بقلعه سان جوليان لمده 3 سنوات بس تيمنا بالجندي اللي مات اثناء عمليات الترميم الجندي الفرنسي. تجد في المراجع الاجنبيه اسمه اسم المكان اللي اكتشف فيه قلعة سان جوليان، ما بيقولوش قلعة قايتباي مع انه كان اسم مؤقت اسماء الاحتلال. كذلك الحجر نفسه اللي موجود حتى الان في لندن ولا تريد ان ترده الى مصر. تفسيرك لده ايه يا فندم؟ شوف يعني معلش هو ده طبعا يعني بنقول دي انانيه الغرب، لكن الحقيقه اللي حضرتك وفريق العمل عملتوه والبرنامج النهارده بتاعكم الكامل اللي بتلقوا الضوء على كده، ده دورنا احنا ان احنا نميط اللسان عن او نكشف للعالم كله هذه الجهود السابقه. شامبليون صحيح كان بذكاء وصل للخطوه الاخيره بنصيحه راهب مصري بالظبط، لكن الحقيقه ده دورنا احنا ويتجاهلوها يتجاهلوا هذا الامر هو الفيصل في ده بالظبط. احنا نلقي الضوء على الكلام ده يعني ونوضحه ونكرر ونعيد ونزيد في البرامج ونعمل حاجات ثانيه وافلام وثائقيه ثانيه وننتج حاجات ثانيه. وطبعا انا بشكركم شكر كبير جدا على الفيلم التسجيلي اللي انتوا عملتوه بترجمه بالانجليزيه، لان احنا دايما بيبقى في خطا كبير جدا عندنا ان احنا بنعمل البرامج وبنخاطب نفسنا. الحقيقه طبعا ما توصلش للعالم الخارجي طبعا عشان بلغتنا، طبعا اللغه العربيه هي لغه القران لغه عظيمه، لكن لابد ان يكون في حاجات موجهه بلغات اجنبيه اخرى حتى يعرف العالم ماذا نقول، وحتى يسمع العالم لنا باللغه التي يفهمها او بلغته المحليه سواء الانجليزيه او الفرنسيه او الالمانيه او الاسبانيه ايا كان. فحضرتك قلعه قايتباي احنا دايما نطلق عليها حتى في علم الاثار الاسلاميه انها قلعه قايتباي الثانيه او قلعه قايتباي الصغرى عشان نميزها عن قلعه قايتباي في الاسكندريه. الفرنسويين لما كانوا هناك وبيعملوا تدعيمات احد الجنود الفرنسيين توفي في هذه القلعه او بجوارها يعني، فكان اسمه سان جوليان فاطلقوا اسم القلعه عليه وبالتالي تم التداول. صحيح. لازم نصور ده ونقول انها قلعه قايتباي، وده اللي احنا حاولنا بالفعل ننقله من خلال هذا الفيلم الوثائقي للاجيال اللي جايه علشان يعرفوا يعني تاريخ بلدهم وحضاره بلدهم. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتور محمد عبد اللطيف استاذ الاثار ومساعد وزير الاثار الاسبق، شكرا جزيلا على وجودك معنا دلوقتي يا فندم.